سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك. السلام عليكم ورحمة الله. الرؤية النهاردة بتاعتنا ذات طابع خاص. كلنا شفنا وسمعنا قصة مقتل الطالبة نيرة أشرف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها، ويعني الوطن العربي كله بيتكلم عن هذه الحادثة أو الفاجعة اللي غيرت في تفكير الكثير من أبناء المجتمع. طبعا انتوا عارفين ان طبيعة القناة عندنا ان اي رؤية بتجيلنا يعني فيها احداث خاصة بنرد على الناس ونقوم بتأويلها من خلال التعليقات. اما ان كانت رؤية تخص علامات الساعة او ظهور الامام المهدي فبنعرض وننشر هذه الرؤية على الناس لكي تعم الفائدة. ارسلت الي احدى النساء الصالحات، نحسبها كذلك، أعرفها جيدا، رؤية تخص الطالبة نيرة أشرف. في الحقيقة كنت هرد عليها من خلال التعليقات وأقول لها تأويل هذه الرؤية، ولكن لاحظت أن هذه الرؤية بالرغم أن فيها ذكر لنيرة أشرف ولكن لقيت أن هي رؤية عامة. تعالوا مباشرة عشان ما اطولش عليكم نخش في تفاصيل هذه الرؤية ونقوم بتأويلها. طبعا هي رؤية مهمة وخطيرة جدا جدا. تقول الرائية: رأيت أني في بلد والدي بداخل بيت غريب كنت فيه بمفردي، فجأة امتلأ البيت بالنساء والبنات وأنا متعجبة ما الذي يحدث، وأسأل نفسي ماذا حدث ومن هؤلاء النساء. الغريب أنهم كانوا يحتفلون، نساء في بيت غريب مليء بالنساء والبنات ويحتفلون. فجأة وقفت على كرسي لكي أرى المشهد كاملا، فإذ بجانبي بنت تقف مثلي على الكرسي، فسألتها لماذا تحتفلون، فتفاجأت أنهم يحتفلون بها هي، وقالت لي إني خارجة من السجن فلذلك يحتفلون بي لهذا السبب، وقالت لي إني خارجة من السجن فلذلك نحتفل. خفت منها جدا، رأيت في يديها سكين كبير مقوس، حاد مقوس. قلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ملكي، بتاعي يعني، لأنني أنا اللي ذبحت نيرة أشرف. فقلت لها: كيف وقد رأينا في الفيديوهات أن الذي ذبحها محمد عادل؟ قالت: لا، أنا ذبحتها وعملت عمل لكي تستسلم ولكي يستطيع أن يذبحها. وانتهت الرؤية. طبعا رؤية في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. خد بالك هي رؤية عامة، هي رؤية عامة، هتعرف من خلال التعليقات أنها رؤية عامة أو من خلال التأويل آسف. قول الرائية أنها وجدت نفسها في بيت والدها داخل بيت غريب، في بلد والدها بداخل بيت غريب، والبيت الغريب كما يقول ابن سيرين علامة من علامات الساعة، من علامات القيامة. امسك معايا الرؤية واحدة واحدة عشان نوصل في الآخر لتجميع صورة كاملة لتأويل الرؤية. رأت نفسها في بيت غريب بمفردها، والبيت الغريب زي ما بيقول ابن سيرين علامة من علامات القيامة. فجأة امتلأ البيت بالنساء وبالبنات، والرائية في حالة تعجب
ما الذي يحدث؟ وامتلاء البيت بالنساء والبنات ويحتفلون هي إشارة إلى الفوضى. يبقى احنا كده بنحاول نجمع الصورة كاملة، علامة من علامات القيامة وجود فوضى، قربنا نوصل لإيه؟ للمطلوب. ويحتفلون، وقفت على كرسي لكي أرى المشهد كامل. والوقوف على الكرسي لكي ترى المشهد كامل معناه لا ينبغي أن تنظر إلى الحادثة الفردية بنظرة سطحية، ولكن لابد أن تنظر لها أنها ظاهرة تستحق الدراسة. فجأة رأيت بجانبي بنت تقف على الكرسي وسألتها لماذا تحتفلون، فقالت يحتفلوا بي لأنني خارجة من السجن وكان معها سكين. والبنت هنا إشارة إلى الفتنة، إشارة إلى عموم الفتنة. إيه هي نوعية الفتنة؟ جمع بقى، جمع الرؤية، علامة من علامات القيامة، فوضى. وإيه هي نوعية الفوضى؟ فتنة. لسه معرفناش وما اكتملتش الصورة، كمل معايا الرؤية عشان الصورة تكتمل عندك. الرائية رأت في يد البنت اللي هي تمثل الفتنة سكينا، وسكين مقوس حاد، والسكين المقوس الحاد إشارة واضحة لكثرة القتل، لكثرة الايه؟ القتل. بدأنا هون نجمع الصورة، هو ارجع معايا وجمع معايا الصورة بتاعت الرؤية. بيت غريب يعني علامة من علامات القيامة، نساء وبنات يحتفلون، فوضى، سكين، بنت ترمز للفتنة. ايه هي الفتنة؟ كثرة القتل، السكين الحاد المقوس كثرة القتل. لسه في مفاجآت كتير قوي في تأويل الرؤية. اسم قالت البنت للرائية أنا الذي ذبحت نيرة أشرف. فقلت لها كيف وقد رأينا في الفيديوهات أن الذي ذبحها محمد عادل؟ فقالت لا، أنا اللي ذبحتها وعملت كده لكي وعملت لها عمل لكي تستسلم ولكي يستطيع أن يذبحها. يبقى الموضوع مش كثرة الهرج فقط، وإنما انتشار الشياطين وانتشار السحر. عرفتوا ليه إن أنا كنت عايز أعرض عليكم هذه الرؤية؟ هذه الرؤية تتطابق بالحرف مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كثرة الهرج، كثرة القتل، وانتشار وخروج الشياطين الملجمة في آخر الزمان. حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، انتشار السحر، انتشار السحر الذي أصبح يعني كالنار في الهشيم وانتشر كثيرا، وهو من علامات آخر الزمان. يعني كنت حابب أشارك معاكم تأويل هذه الرؤيا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. انشر هذه الرؤيا قدر ما تستطيع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.